سليمة ايه مالك يا سليمة؟ اي حسب الله بس مالك يا سليمة؟ حاضر يا كده لا حلو قوي ماشي في بيتك كنت هتودينا في داهية يا سريع حرامية ايه اللي عملتوه في الموتوسيكل ده ولا زي بارسة؟ الحمد لله سليمة الموتوسيكل 100 100 سليم والكلاكس شغال بس احنا اللي بايظين انا عايز موتوسيكل سليم والعجلة قدامنا اتكسرت لا طب خد رجل عبد العزيز الورانية ازاي رجل انا ما عنديش ستبن ما انت عارف ماشي يا عبد العزيز كمان انا هروح فيكم في 60 داهيه قدام على اسم نصابين حراميه اروح هتقول حراميه نصابين معقول لكن حراميه ازاي اخرس انت تخرس ايوه بيقول لك انت تخرس انا تخرس انت بالذات اللي تخرس سعادتك عايز مين فينا اللي يخرس ما ترسلك على بره عشان نبقى حلوين مع بعضينا الشنكمانات يلا لا شنكمات لا احنا انا مؤاخذه ما نضربش بالشنكمات فاهمني ولا لا فلوسك تاخدهم على الجزمه القديمه قدام الرجاله مع كام يا عزيز معايا قول لي معاك كام عشان الراجل الموتوسيكل بكام الموتوسيكل لا يتكلف برضه اليومين دول انت معاك زي اللي معايا معايا زي امبارح انت عملت زي امبارح بس الواد عباس الواد عباس ما هو هجيب لك الفلوس هنا علشان هو معاك وعباس جاي جاي جاي, جاي, جاي وهتاخد فلوس الله عباس اهو تعالى الشاي فندية تشكر يا بيوم يا امير الحساب يا فندية والله خبرين ايه احنا عامتين انا اطمن على حسابي فيها ايه دي ما لسه سمون ضربني دلوقتي في 120 قرش وانا يوميتي كام دي مراتي هتولد اديله وسافر عليك يا ستة الله 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 خد خد يا سيدي ازيك روحي استنى انت بتقول مراتك هتولد توأم يلا بر مراتك ودواماك مخرب بيتك يا ستة دول اللي معانا معلش بكرة طفلة يا زيزو يا جماعة ده ما عندوش لا ست ولا عيل ولا توأم ولا حاجة ده هيسكر بيهم احنا ما حدناش الأدب احنا خليهم شغل اسكت يا زيزو المهم دلوقتي ان انا فكرت في شغلانة هتكسبنا ذهب وبعيدا عن كل مخاطر بس انت اسمع كلامي تصدق بالله؟ نعم بالله انت هتوديني في داهية هنلعب ودلوقتي
دلوقتي يا حضرات، دلوقتي يا حضرات عايز منكم راجل شديد يكون واضع من سرسوب امه. فين يا حضرات؟ مفيش راجل؟ مفيش فيكم راجل؟ انت راجل؟ لا انت عايز لك فنطاسين محلول الجفاف. اخلع. انا عايز راجل، عايز راجل. راجل مش دسته. انت راجل؟ انت راجل؟ طبعا راجل. راجل ولا مش راجل؟ راجل والف راجل. قوم اسمك ايه؟ اسمي عبد الستار الجعيص، وبحق وحقيقي الاخ عبد الستار واقف قدامنا. انت دفعت كام؟ دفعت 5 ريال. انا سيد الرجال. سيد الرجال دفع 5 ريال تسقيف على ريال. البطل ده هيكتفني بالسلاسل. تعرف تكتفني؟ اكتف اهلك. اتفضل كتفني. كتفني بالسلاسل، وعايز السلاسل تتلف على لحمي لحد ما يبك منها الدم. اوي تسيفة. يلا هلي هوب. اي يا مبتلي انشف جامد. قفل تبعي. يا رب يا وي. من قال يا رب غاب؟ ومن قال يا عبد ندم؟ بعون الله تكتيفة من يلا مبرك يا وي. سيدي 19:30. حلو رضا، انا مش قلت لك البلية هتلعب الايزو؟ ربنا يتم بخير يا ستة. يلا بقى قوم بينا ناكلها لقمتين حلوين. ونشرب لنا كاسين برضه. لا كاسين ايه، انا ما بشربش. انا بشرب. الله، انا اسكر وانت تاكل المزه. ودلوقتي انا عايز راجل فيكم ما جابتوش ولاده عشان يكتف العبد لله. انا عايز راجل، انا عايز راجل. مفيش رجاله ولا ايه؟ ايوه هو ده، ده سيد الرجال البطل العضل التمام. حي هيكتف العبد لله. معلش معلش. قوم يا ريس، قوم يا حبيبي. روح معايا، روح معايا، روح معانا. يا سليك اسم الكريم ايه؟ اسم الكريم ايه؟ المدب. قوم يا مدب، قوم يا مدب كتفني. قوم المدب هيكتفني. قوم الله يخرب بيتك. وانت عاوز انا بالذات ما نكتفك احنا؟ وده عيبه ايه؟ ده باين عليه سكران ولا نايم. مالكش دعوه دلوقتي، هيبقى كويس. قوم. بقول لك ايه؟ عاملين علينا كومبينه. احنا عاملين لك كومبينه ولا غيره؟ بس روق الى منديل شويه، هنبقى 100 100. طب خلاص نكتفك احنا بقى، دام جايين تستخفونا رزقنا ولقمه عيشنا. انا بقى هكتفك تكتيفه عمرك ما شفتها. كاتب واحنا يهمنا. واخرب بيتك. طيب انا هوري لك يا حلو، هوري لك يا رب. لازم اكتفك تكتيفه عمرك في حياتك ما هتعرف تفك نفسك منها. واخرب بيتك يا ابو عزيز. هشوف يا حلو. حاضر. طب رحت برجلك. شد. يا عم واخرب بيتك يا ابو عزيز. روح شد كتفه. فرحان. يلا بقى بالصلاه على النبي، ورينا هتفك نفسك ازاي. ايه هفك نفسي ازاي؟ انت مش بطل؟ ما تفك نفسك. حاضر هفك. فك. عايز افك من هنا. فك يا قوي. فك يلا. بس ما تقولش هلا. لا حقولها. واطي عشان منظري قدام الخلق برضه. طيب ورينا بقى نفسك.
وضربتني ربطة غلط. تو عليك وعلى الشباب. اي يا رب الله يخرب بيتك يا عبد العزيز. فين نطتك يا عبد العزيز؟ يا وي ابن عبيد اهو اهو ابن عبيد اهو اهو النور. ايه اللي نزلك دلوقتي يا بطه؟ انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ ابدا مستني متر الانفاق. انا بتكلم جد. ايه قاعد فيها ايه دي؟ طب وايه اللي ربطك كده؟ مزاجي. لا مش مزاجك انت، حد ربطك يا عم سته وادالك بومبه وهرب. وطي صوتك، انت عايز تعملي فضايح؟ امال يعني عامل لي جدع وطلعت بقلب؟ وعلى راي المثل، من بره الله الله ومن جوه يا رام الله. وفين من بره ولا من جوه؟ ما متنايم بالسنين. الله يخرب بيتك يا عبد العزيز. فعلا الانسان ما فيهوش غير لسان. انت زعلت مني يا عم تصدق؟ انا بهزر معاك. لا يا حبيبتي انا زعلان منه هو. مين ده؟ زيزو عبد العزيز الله يلعنه. احنا هنقعد نتسهر كده ونسيبك مربوط وجعان وعطشان؟ خد اشرب. ربنا يخليكي. شكرا بطة، انتي بنت حلال قوي. عارفة ليه؟ عشان مامتك ست طيبة وست محترمة وابوكي كمان الله يرحمه. انت هتمسكي العيلة فردا فردا؟ خلينا فيه، هنفكك ازاي؟ مش هتعرف يا بطة. لو شغلت مخي هعرف، بس هاكلك الاول. هديت تعبت وينشف من صباحية ربنا لحد الليل. انا بتعذب ماشي في الشارع عايز حد يفكني، مش لاقي حدش عايز يفكني. جري ورايا حدفوني بالطوب اللي قال عليا مجنون خارج من مستشفى المجانين، اللي قال عليا جربان، اللي قال عليا عندي مرض معدي خايفة تعدي. متشكر حبيبتي متشكر. انا مش ممكن هنسالك الجميل ده ابدا. جميل ايه؟ واحدة شافت واحد مربوط في الكتف. دي كانت رابطة بعقل، دي كانت خانقة. ردي صوتك لحسن حد يعرف ان انت كنت مربوط. رأيك فيك حق. يلا حبيبتي يلا اطلعي عند ماما عشان تستعوقك. القعدة معاك حلوة قوي يا عم سيدي. انت احلى حبيبتي. تعرف يا بطة لو عملوا رسم قلب دلوقتي هيلاقوكي مرسومة جوه عين قلبي. وقلبك ليه عينين؟ وعينيا اللي شايفاكي ليه قلبي. الله يخرب بيتك. انت كنت فين يا جدع؟ انا كنت بدور عليك. انا اللي كنت فين؟ الله يخرب بيتك، وديتني في داهيه فبحطني خليت رقبتي زي السمسمه، بقيت ماشي من غير سمسمه. خلاص خلاص يا ستة، المهم احنا نشتغل امتى بكره؟ نشتغل تاني؟ مفيش شغل بيني وبينك، انت لو قلت صاحبي ولا اعرفك، انت من سكه وانا من سكه. يهون عليك العيش والملح. انا هشوف لي اي شغلانه تانيه اكل منها عيش لوحدي. يلا يلا سكران بيك يا الصوم القديمه. انا بتاع الصوم بيك يا. اشتري دول تفتحنا حليب ان شاء الله. رينا ستي. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس. لا ده سليم وده سليم. ده ممكن وريني الجزم. لا 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 دول ما ينفعوش، دول ما ينفعوش. لا دي لها فردة؟ لا ملهاش. ناخدها. دول ما ينفعوش ودول ينفعوا، ادفع في دول 3 شلن. 3 شلن في انك وانت حمار بقى. سيب دول وتاخد دول. ما انا حر، دي شغلتي. هتعرفينا شغلتنا وبعدين ليه الاباحه دي بقى على الصبح؟
هتشتريهم بالربع جنيه. وانا مش دافع فيهم غير بريزة. هات جتك البلا وانت حمار. الله الله الله، ليه قلة الادب اللي على الصبح دي؟ ما انا ما اقدر اقول لك يا بغلة. ها اخسي على منظرك. بسم الله على منظرك انت، والله ما بلغدك معاهم يا باي. ججبو سخس. الله، ما تصطبح على الصبح يا ولية. ولية يا عديم النظر. هتخلعي لي كتفي. هتدفع ربع جنيه. هدفع لك نص جنيه واتكل على الله. الاسكندرية، العجوزة، مدينة نصر، جمصة، اي سي مراقيا، دمياط، راس البر، بي اي سي، اي سي سي، اي سي بي، اي سي الشركة الام. يميننا في التجارة ويسارنا في الصناعة وعيوننا على التصدير. اي سي يدعون دائم فكر متجدد. يلا معلم بعض. انضط انضط يا معلم بعض. يا ادم يا معلم، اللي انت جايبه ده؟ دي الحاجات القديمة. دي قديمة؟ دي زبالة. والله مش حضرتك عايز الحاجات القديمة الانتيكة؟ انا اي حاجة كنت بشوف فيها الرمق ما كنتش باخدها، انما كنت اخد كل القديم. شوف ده تانك كان سليم قصيته علشان يبقى قديم. اصل بصراحة انا متخمش، اي حاجة لازم تبقى زبالة. معلمنا بيحب الزبالة، والزبالة اللي يومين دول بتكسب دهب. انا مش بتاع الزبالة يا بجم، انا بتاع الحاجات القديمة، الحاجات المحترمة. وبعدين معاك اشتريت شوية الهلاهيل دول بكام؟ بالفلوس اللي حضرتك اديتها لي معلم، 50 جنيه. بخمسين جنيه؟ طب ما تسويش 50 مديم يا رب. بقولك ايه، انا عاوز فلوسي وما تورينيش خلقتك هنا تاني. انا ممكن موريكش خلقتي، انما ما اعرفش الفلوس بقى موريلكش. يعني انا معيش اجيبها لك منين؟ لا انا عاوز فلوسي. اجيبها لك منين يا معلم؟ انا هوديك في داهيه، امضيلي على وصل امانه ومعايا صوره البطاقه. ولا يا علي يا حسين، هات السوم يا رب. ساعه معاك كام؟ ساعه كده. طيب يا سته. ارحمونا مش كده؟ كل يوم كفتة كفتة كفتة، مفيش يوم بطاطس ابدا. والله هتعملوها بطاطس. روح قلبي ابو حياتي نور عيني. نختيتي بتغزلني يا راجل ولا ايه؟ اخوانا طلائع الشباب تحييكم وتركوكم الهدوء. نحن لا نملك الا الاسامه القلق. لكتك نسيم. اخوانا اللي فوق، لحظة صمت عشان تسمعوني. ايه الحكاية؟ سكتوا ليه؟ اخوانا اخوانا اللي فوق، خرجتوا ليه؟ انا مش سامع حاجة، مش هعرف انام، مش هيجيلي نوم. زعقوا شوية. يعني معقولة ست زي حضرتك كده مؤاخذة محترمة تعمل حاجات دي؟ حاجات ايه ده العادي؟ يعني معرفش، كان وصل لي أصوات كده لمؤاخذة ذات مغزى يعني. مغزى؟ مغزى ده ايه؟ أنا جوزي حريف في بيتنا يا حبيبي. أيوه حريف في بيتنا يا حبيبي. طيب ارحموا بقى البني آدمين اللي تحتيكوا برضه، احنا لحم ودم لمؤاخذة. دم؟ وأنت لو كان عندك دم كنت سبت الإيجار متأخر عليك. ومادام بقى عمال تطلمت لي، انا بقى عايز اجري دلوقتي بالذات. ايوه دلوقتي بالذات. احنا ما قلناش حاجه، بس انا مضروب اليومين دول في الشغل، وان شاء الله لما هشتغل هتفرج وهتبقى حلوه. تشتغل؟ انت عمرك تشتغل؟ ده انت صايع، انت وصاحبك اللي اسمه عبد العزيز. ست صجاط. نعم انت تتنقلت عليا. اسمي صباط، صباط يا رحام. خلاص خلاص، صباط اصابات عصابات كله ماشي. ولا ولا اسمع، انا صبرت عليك كتير، واظن ما حدش يقدر يغلطني في الحته ابدا. لما بقى كركبتينك وهوينا. ايوه هوينا. طب ما دام دماغ سعادتك ناشفه قوي للدرجه دي بقى، انا بقول لحضرتك بقى روح ارفع قضيه. قضيه؟ هو انا بتاعت قضيه يا حبيبي؟
ده انا باخد حق ايدي. لا يا ست صباط مش كده مش كده، انت واحده ست وانا مش عايز امد ايدي عليك. لا بنت بقى وراني هتعمل ايه؟ لا يا ست صباط مش كده على شفت. وانا نعم عايز اعرف انت هتعمل ايه بالظبط؟ انا مش هعمل سعادتك اللي بتعملي يعني. اوعي وانا وبعدين منظر البيت هيبقى وحش عشان والله العظيم والله العظيم مؤاخذة بنتفاهم احنا. سعادتك كنت بتقولي معايا انا عايز اعرف هتعمل ايه؟ انا مش هعمل حاجة، انا مش هعمل حاجة بس عايز افهم سعادتك حاجة، عايز اقول لسعادتك حاجة. لا يا البيه، لا ما دام المسألة وصلت كده بقى لمؤاخذة انا عايز البيه يضربني. لا البيه ولا انا هضربك. بقول لك ايه؟ انت تلم كركبتينك ولما في المشمش تبقى تشتغل تبقى تيجي. طب الهدوم لمؤاخذة اخذ الهدوم ضر لا هتقفل الباب ليه؟ لا مؤاخذة الجو ده مش في اوضتي بقى. انت بس ما مشيتش. هي صبت طردتك ليه؟ عشان مفيش شغل، يعني مفيش فلوس، يعني مفيش نوم. طب انا عندي لك شغلانه كويسه قوي. ايه؟ هتشغلني وزير صناعه موزمبيق؟ لا 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 هشغلك خدام، خدام محترم. واخرب بيتك انت عايز ست اشتغل خدام انا؟ وايه يعني؟ عندي ناس محترمين وناس حلوين وتاكل لقمه حلوه. وبعدين دلوقتي ما اسمهاش خدام، اسمها شغال. انا هوديك لواحد معرفه هيوديك تشتغل في بيت محترم. لا 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 خدام ولا شغال ولا كامل فخ، ده انا اشتغل خدام. ولا هم يدفعوا كويس؟ قوي كده. طب سيبني افكر، انا دلوقتي ما عنديش حاجه في دماغي غير اني انام. تعال اشتغل معايا حمار عشان اخش اوضتي. يلا حمار. سرير. لا المره دي بقى هتصور قاتل يا مكتوب. انت كده ضربه. انت حلوه. انت بطه. الله 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 الله. مش كده يقطعك يا لوي. اتهد اتهد شويه اتهد شويه اخ كفته. اتهد شويه اتهد شويه. الحكومه هتلاقي على خلفتكم ازاي؟ هتوكلكم منين؟ الله يخرب بيتك يا كفته. يا كفته اتهدى كفته. سته والله لا خليك تسعى. الله يخرب بيتك. نسي بقى. اتفضل. ايه سته ده؟ ده رقم ايه؟ ما تعرفش ستة؟ ستة يعني واحد وخمسة ستة، اتنين واربعة ستة، تلاتة تلاتة ستة. بنقلب مننا بيه في الآخر رقم، يعني شكل سعادتك اديني تسعة على طول. خلاص 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 خلاص. أنا أهم حاجة عندي هنا الأمانة. لا موجودة. وما أحبكش تكون صرصار. إيه صرصار دي يا بيه؟ صرصار صرصار يعني رغاية تتكلم كتير. واللي تشوفه هنا كأنك ما شفتوش. لا ما شفتوش يا بيه. تحافظ على أسرار البيت يا ستة. آه ماشي، ما تخافش، سر كبير. أنا ما عنديش أسرار هنا. انما اي حاجه تحصل تبقى سر. ماشي سر. ماشي ماشي. اتفضل اعمل لي فنجان قهوه. انا يا بيه المطبخ من هنا. حاضر. اسمع. نعم. انا عازم الناس بالليل، عايزك تنظف البيت ده كويس قوي. ايه الله، لا ما هو محتاج نظافه برضه. وبعدين حابب ابعتك تجيب لي شويه طلبات. اتفضل. طيب تشرب قهوه. لمؤاخذه البطاقه الله يكرمك، معلش عشان في لجان في السكه بس. هي خدمه يا بيه. Thank you.
الصوت الراقية لبيتكم هباب. لبيتكم كوبيا. كل ده اكل هتاكلوه؟ يا خبر اسود، ده اكل يكفي شطر المظلات 5 ايام قدام بالراحه. بتقول ايه يا ولد؟ لا مفيش حاجه، انا بقول سعادتك واقف يعني مد ايدك عشان في اكل تاني جاي، في جاي كتير. 6 7 قول 8 نخرب بيتك. 8 6 نعم. ادخل درينك للناس اللي جوه. مال؟ درينك ايه؟ درينك ويسكي. ها؟ اه ويسكي قصده خمره. دي اسمها خمره لمؤاخذه طافيه. اشرب خمره جميله، خمره زي ميه النار هتمسح لك كل المسائل. بحبك يا عصام بيه. الله، ولازمتها ايه يا عصام بيه؟ عايز انا اقول لك يا سهير هانم. الله، ده اكسير الحياة، انا عمري ما دقت الطعم ده. اديها اكسير الحياة دوبل عشان ال انا من ساعة ما حضرتك كنت بتوشوشها بقها. اخلص انت هنا بتعمل ايه؟ انا جايب سعادتك الهباب ده. طب حط حياتك وطلع بره. حاضر عينيا. لا تقدر سعادتك كمل، مالكش دعوة. هيسكر زي عبد العزيز بالملي، بس عبد العزيز ما بيبوسش. مش قايل عليه. يا سلام ايه اللي بتعمله ده؟ اتجننت؟ يا بيه بقينا حلوين فرحان بصيكوا وبقينا فكين واخر الاغواص. اخرس! الرقص في الاكابر بس! وقاستك؟ يا عيني على الجمال. ماشي يا بيه. كلامك 100 100. تعالى. رقص الاكابر، اكل الاكابر، شرب الاكابر، العيشه الاكابر، اكسير الحياه الاكابر. ما خليتولنا ايه احنا؟ ايه يا ولد الكلب؟ خليتولنا ايه؟ مالكمش سيرة غير البلد مديونة، البلد ما فيهاش فلوس، فبطلوا اللي بتعملوه ده واحنا حل. سمك ويبقى عندها فيديو وتلفزيون وشواط، هو ده معقول؟ مش ممكن طبعا. لا مش ممكن طبعا، ربنا خلق ناس طبقات ودرجه، اللحمه ليها ناس. ايوه. والسمك له ناس ثانيه، والكافيار كمان له ناس طبعا. يا حبيبي تعرفي
انا لو من الحكومه امنع طبقات الشعب انها تاكل لحمه، ساعتها اللحمه هترخص ومش هيبقى فيها ازمه، ويمكن الكيلو يبقى ب 3 جنيه. لا مظبوط يا بيك، كلام سعادتك 100 100 فعلا. المفروض الناس الجزم اللي زي حالاتنا ما ياكلوش لا لحمه ولا سمك، لان منظرنا لمؤاخذه احنا بنفعص فيها وبناكل منها، بنشوه طعم اللحمه والسمك، بوظ منظرها. احنا المفروض ناس همج لمؤاخذه من الطبقه الشعبيه، المفروض ما نعيش في شقق، لا نعيش في كحول وفي الطرب وفي الشقوق وكمان ناكل دوش. شربات شربات يا ستة، دمه خفيف الولد ده، جبت العفروت ده منين؟ جابني منين؟ موطني الاصلي نيكاراجوا جنوب افريقيا. شربات، برافو عليك يا ستة، في صحتك. مرة واحدة سيب يا اخويا الله يساعدك تعمل لي فنجان قهوة عشان نفوق. انا ايه اعمل لك قهوة تفوقك عشان تلحق تروح الشغل. هو بالمناسبة الهانم بتشتغل ايه غير يعني العمل النهاري يعني؟ برضو يعني ليل ونهار شقيانة. برافو عليك يالا. يعني لا مؤاخذة مالكيش اهل؟ ايه؟ قصدي يعني ابوكي يعني الوالد ما بيعترضش على ال الله يرحمه، مات يجي من 50 سنة. على خيرة الله. يعني مات قبل ما تولدي ب20 سنة. عليك نور، عشان كده دلوقتي تقدر تقول من غير اب. طايحة، مفيش حد يشكمك. لا في، انا جوزي ما شاء الله راجل بيديني 15 جنيه في الشهر، بلبسه واكله والولاد، وانا بيحبني بيموت فيا، بقول مراتي ست مدبرة، بديها 15 جنيه في الشهر تصرف عليها فوق ال 1000 جنيه. نبيل. حلو والله، كل ده من التدبير. ها؟ شاطر. جاتك القرف في شكلك. ايه ده هي؟ ايه ولا؟ جاتك مصيبة. ايه ولا؟ اسمك يا بت؟ اسمي بسبوسة. وكمان مسمينك بسبوسة؟ المفروض يسموكي قرف، زفت، طين، قطران، هباب ازرق. غير ايه يا واد؟ إذا كان البيلة أنت بتشتغل عنده بيموت فيا. قوم يا أخويا قوم. قوم لحسن اتعطلت اعمل لي قهوة. اتعطلت عليا ان شاء الله يا خالتي. عن التدبير يا روح خالتك. يا نهار اسود. ده انا امي كانت مدبرة قوي. عملت ايه يا سمو؟ لميت 3 مليون دولار. هاي كويس اوي، بس انا عايز اكتر. احنا اكبر ناس في السوق لدلوقتي يا سعاده البيه، مفيش تاجر عمله زينا. خليك عامل امال، انا عايز الم كل الدولارات اللي في السوق. ده اللي بيحصل، بس انا خايف لو نكون متراقبين. ما تخافش، انا هوزع الدولارات بمعرفتي، ومحدش هيعرف فروقهم لحد ما اخرجهم بره مصر. وما دام ما عندناش عملة في ايدينا يبقى ما حدش هيقبض علينا. تبين هنخربها ونقعد على تلاها. ايه الهبل ده يا سامي؟ احنا عايزين مصلحتنا. ماشي يا بيه. يلا حطوه في العربية. حاضر يا بيه. Thank you.
طيب طيب يا دكتور. تعال. نعمين يا باشا. اسمع، التسليحة اللي جوه بتاعت الهباب اللي اسمها زيزي، عايزك تاخدها من هنا وترجعها الكباريه. أمرك يا باشا. جبت معاك عربية؟ جاهز يا باشا. اتفضل خدها. ماشي. اسمع، دي أول مرة وآخر مرة تيجي بيتي. مش عايز حد يشوفك هنا خالص. سعادتك أمرتني أجي فجيت يا باشا. اتفضل بلاش غلبة، يلا. حاضر يا باشا. عامل ايه في شغلك؟ الحمد لله بيومي، الحمد لله. خش ساعد عليا فل. هو الراجل مديني اجازه نص يوم النهارده. يعني مبسوط؟ الحمد لله، نشكر فضله. الحمد لله، او على الاقل نسد ديوننا يعني. بس ولا بقول لك ايه، ما تجيبش سيره بقى وتقعد تلغط مع اهل الحاره قوي، وما تقولش ان انا بشتغل خدام. لا 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 لا، هقول انك رئيس وزراء 100 غمر. زينب، ازيك يا ست زينب؟ ازيك يا ست؟ اخبارك ايه يا ست زينب؟ الحمد لله. الحمد لله. ازيك؟ ازيك يا بطه؟ ازيك يا عم ساك؟ الحمد لله، الله يخليك. بقول يا ست زينب، انا يعني عايز اقول لك حاجه. كمحور اساسي للعمود الفقري بتاع الاصاله بتاعتي في الحته، يعني انا الفلوس ان شاء الله هتبدا تجري في ايديا، فلو ما عندكيش مانع ان احنا يعني نبقى على محاور اساسيه في التعاون، يعني اي طلبات، اي خدمات، اي مساعدات، انا ملكي ديك يعني. شايلك لعوز يا ست. رقبتي، رقبتي سداده يا ست زينب، رقبتي سداده. ربنا يخليك وتسلم لي رقبتي. الله يخليك. بطه، مالكيش اي طلب؟ اطلب لي كرسي معسي. عن اذنك يا ست. بلاش سهواك، عندك شغل. السلام عليكم. تعال هنا. ابي اتاخرت ليه؟ مش سعادتك اللي قلت لي يا ستة تعالى الساعة 6؟ قرب ما اقول لك. ايوه. عايزك تنزل دلوقتي حالا تجيب لي بسبوسة. تعالى. اسمي بسبوسة. بسبوسة؟ انا اجيب لسعادتك بسبوسه؟ وفيها ايه؟ انا بحبها قوي. ايوه، ما احترامي لسعادتك، يعني تحبها ما تحبهاش دي مش مشكلتي يعني. الله، وفيها ايه؟ ده اخويا كمان بيحبها قوي، عارف؟ كان يخبيها مني تحت السرير، بس هو يخرج من هنا ولا طفي النور عينك ما تشوف الا الضلمه. يا دي المصيبه السوداء. لا لا مؤاخذه، مع احترامي بقى انا ماليش دعوه بالجو ده. يعني ايه مالكش دعوه بالجو ده؟ روح روح هات. هجيب ايه بايه؟ عايز اجيب لك بسبوسه ليه؟ تجيب لي بسبوسه ليه؟ عشان اخبرها. طب حضرتك بتقول على المفتشر كده تخبرها؟ اخبرها انا واصحابي. انا هروح اجيب لك بسبوسه عشان انت واصحابك تخبروها. ليه بقى بيه؟ اقول لك عليا ايه لا مؤاخذه؟ ها؟ لا انا ماليش دعوه بالجو ده خالص، ماليش دعوه بيه. انا دمي حر، انا ممكن اقطع هدومي واروح في 60 دقيقه. ايه ادي الهبل اللي بتقوله ده؟ مش حضرتك عايزني لا مؤاخذه يعني؟ ما لا مؤاخذه ايه؟ لما تشتري لي 5 كيلو بسبوسه اكلها انا واصحابي تبقى لا مؤاخذه. ادي الحوسه. لا مؤاخذه، حضرتك عايز بسبوسه بسبوسه؟ لا كده 100 100، انا كنت فاكر ان حضرتك عايز بسبوسه بسبوسه. بس يلا بس بس يلا. بحبك يا ممدوح بيه. ما بلاش ممدوح بيه. الله، ده اكسير الحياة، انا عمري ما ذقت الطعم ده. لو انت كدابة. ايه ممدوح بيه؟ ايه في ايه؟ البسبوسه ساحت في ايدي. مش تخبط الاول؟ ما انا خبطت يا بيه، ايدي اتهرت من التخبيط، بس يظهر اكسير الحياه كان لادع في ودان سعادتك. حطها عندك. اهلا يا مدام. اهلا. زي بابا وماما، الاولاد، البيه، جوزك مش بخير الحمد لله، في تدبير. الله، انت لسه واقف عندك؟ بريزه يا بيه. خد البريزه وهوينا. تاخد انت نص جنيه وتسيبنا نتفرج؟ عشاك.
مالك يا ست؟ مش فله؟ الله بيوم اخويا من حيث الفلوس فله، انما يا اخي انا ما بعرفش اخد نفسي ولا راحتي غير في حارتي. بالك الناس اللي انا شغال عندهم دول هم واللي زيهم ناس مش عايشين، كفايه كدبهم على بعض وكفايه منوعتهم. انت باين عليك غو فقر. يمكن عشان بحب الحاره واللي فيها. مش هتشرب؟ خلاص حبكت ماشي بالشيشه ورايا لغايه هنا. اللي واخد عقلك يا عم. ايوه بس انا فين وزينب فين؟ دي كانت متجوزه امين شرطه اسم الله. ربنا يقرب البعيد. يا سلام بلاش سهوكه اتاخرت. جنيه اللي لهفتهم والفيديو 10000 جنيه هو الدربكه دي كلها عشان انا 10000 جنيه وفيديو ايه بيه؟ انا مش حرامي، انا ما سرقتش حاجه. لا المسرح دي اللي بجد ممدوح بيه ممدوح بيه. انت ناسي لما كنت لمؤاخذة متنيل ب60 نيله سكران ومتنيل ومهبب واديتني 1000 جنيه وصبحت الصبح اديتهم لسعادتك؟ ماشي بتلعب على مين يا واد انت؟ دي حركه انت عاملها عشان اتخم واشق فيك، تديني القليل وتلهب الكتير. ممدوح بيه بلاش الكلام الكبير ده، لبك وتلهب والكلام ده، ما خليت ايه الصيح على مؤاخذه. اخرس! اهو انت اللي تخلص، انا سكت لك من الصبح، انا اشرف وانضف من 50 واحد زيك، انا رضيت جزمتي لمؤاخذه. كده يا بار؟ حضرتك مش سامع بيقول ايه؟ سيبنا نتصرف احنا. تضربني يا بيه؟ تضربني؟ خساره. دي اخرتها. خدمتك واشتغلت عندك مرمطون وفي الاخر تضربني منك لله. اشوف فيك يوم يا ممدوح يا ابني بقانا، اشوف فيك يوم. اتفضل معلم. انا فين حظبط؟ هنستكمل المحضر ونجيب امر من النيابه ونفتش بيتك. لا يا ممدوح بيه المساله بجد ابوس ايدك ابوس ايدك يا ممدوح بيه. انا مش حرامي، انا ما سرقتكش. ما انت بيخش بيتك 50 نفر كلهم ولاد كلب، اشمعنى انا؟ امشي يا نفس يا حرامي. حرام عليك. اشوف فيك يوم، اشوف فيك يوم يا ممدوح يا ابن عدلات. هدوء. اشوف فيك يوم يا ابن سبيحه. فتشوا كويس. الفيديو ايه ال 10000 ايه اللي هياخدهم بس ولا هيسرقهم يا حضرة الظابط؟ ده واد غلبان قوي، ده مكسور عليه شيء وشويات من الايجار، وعمرنا يا اخويا ما سمعنا انه خد تعريفه من حد. صح يا صباط. ده جدع شهم وجدع وفييسي على الظابط. هو انا من جيتك؟ ما طول عمره نضيف وطول عمره متربي معانا، عمرنا ما سمعنا انه مد ايده لحد. سته حبيبي الله يعزيك. صاحبي يا سته سته سته. ازيك يا عزيز؟ بعدت عني ليه يا عبد العزيز؟ ابدا حبيبي ابدا. انا وقعت ظلم يا عبد العزيز، ما عادش اللي يظلمك. شفت مسكني في ايه؟ ما عادش اللي مسكك. بهدلوني يا عبد العزيز. ما عادش اللي بهدلك يا ست. انت تعرف عني اني ممكن اسرق. انت تسرق يا حبيبي، مش ممكن تسرق، الناس كلها تسرق الا انت. حظبط الراجل ده شريف. يلا اتفضل. الراجل ده صديق عمر، ده احنا كده في الحته اخوات. حته مني كلامه في السليم على طول. عبد العزيز اهم ست ما تسيبنيش، مش ممكن اسيبك، انا من غيرك ما اسمعش مليم. عبد العزيز ست انا من غيرك هتسجن. ست يا اخرس يلا جرى ايه؟ عاملين لي فيلم شاطئ ذكريات. خد عسكري. ما تسيبنيش يا عبد العزيز. خد عسكري. ما تسيبنيش. ست تعال حبيبي. على فكرة
انت بلغت قوي في هديه علميات بسبوسه. لا بلغت ولا حاجه. ما بلغتش ازاي؟ انت مديها 10,000 جنيه وجهاز فيديو. ايه؟ انا مديها 10,000 جنيه وجهاز فيديو؟ الله، انت كنت سكران ولا ايه؟ دي بسبوسه دي كلها على بعضيها ما تساويش نكله. اصلي اصلي بنسى. تضحك على ايه؟ اصلي اتهمت الواد اللي كان بيشتغل عندي انه سرقهم واتحبس. روح خرجه بقى امرك لله. ليه؟ عشان يبقى يسيل ويجيب ويبقى بلاغ كاذب واروح في ناري عشان حته كلب ما يسواش. بلاش يا سيدي واحد من الرعاع خليه يتحبس يتحبس. العب العب. حاسب نقابت في نفوخك على حاجز التنفسي بتاعك يدوس على الشريان التاجي. مين ده يا؟ ستة؟ لا سبعة. اشرب يا ابن حتتي. ازاي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ هي بلاوي بتتحدف على الواحد يا ابن حتتي. ايوه بس انا اعرف ان انت ماشي كويس ومستقيم. يشرفك. يعني عارفك ما دام فقير ومش لاقي تاكل تبقى مستقيم. حلوه برافو عليك هلا. ذكي وبتفهم وانت بتبي بينا ايه؟ لا انا مستني الباخره رايح كنكه. حلوه الله. هكون في حجز بعمل ايه يعني؟ ممسوك في قضيه. اهلا اهلا المنورين. ازيك يا حاج؟ بقول لك ايه؟ انا واقع وجعان مفيش هنا حاجه تاكل. لا في ايه؟ في سكالوب يا جدع. اتفرج معايا. الحجز هنا مفيهوش اكل. الاكل على حسابك. انت معاك فلوس؟ ولا معايا راحتهم. معاكش راحتهم؟ اه يلا وانا مطلع. قوم كلم بيه. قوم. لا انت اصيع. ماشي يلا فوق. قوم. حاضر حاضر بالراحه. ايه بقى يا تاكل يا حلو؟ اتفضل معايا. جيزو ستة عزيز انا في انتظارك على حرم الكاميرا يا صاحبي. ده انت طيب يا اخويا وابن حنان. متشكرين متشكرين يا ست صقات. مش وقته. اسمي صباط يا اخويا. اصل بصراحه انا مش فاهم يعني ايه صباط بس فاهم يعني ايه صقات. والله العظيم انا بحسبها اسمها ايه صباط. انت هتكون معايا انت راخر؟ بطلع سندي لك عاهه مستديمه. هات يا اخويا هات. انت وقفت بصلي. خد يا اخويا عامل لك حله محشي بايديا. ايه التعب ده بس يا ست صقات؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مين؟ زينب. معقولة؟ معقولة ست زينب جت تزورني؟ أنا لو كنت أعرف كده كنت اتحبست من زمان. إزيك يا وزة؟ يا ابني اسمي بطة، في ناس كتيرة ما بتحبش الوزة. والنبي أنا لما سمعت اتقهرت على الآخر واتحسرت قوي. كمان كمان ست زينب اتقهرت عليا، ده كتير. مش واحد من حارتنا، أنا عملت لك دقية بامية كده على مقاسهم يا رب تعجبك. شكرا. ابسط يا عم، الشحات له نص البلد. بس ده كتير عليا، انا ما استاهلش كل ده. يا عم لما تطلع من لومان يبقى رد. لومان ايه؟ لومان ايه يا زيزو؟ اليومانيا الغربيه، لومان مدينه تقع في المانيا، انا رايح اشتغل فيها هناك وهجيب لك. يلا يا شويش المتهم مطلوب للنيابه. زي ما سيادتك شايف مفيش اي دليل يدل على السرقه، لا مضبوطات ولا شهاده شهود. انا اطلب الافراج عن المتهم واطالب النيابه بعدم تجديد حبسه. هي فوضى؟ افهم ده ايه؟ ده حرامي. احنا اخذنا احوالك يا استاذ ممدوح والقرار دلوقتي للنيابه. مفيش مانع يفرج عن المتهم بكفاله وتحدد جلسه قريبه. شكرا. جلسه؟ ده احنا كده داخلين فاضيه يا ناس. والله ما سرقت. انا راجل شريف، انا ماشي 100 100، ماشي مش احول. والله ما سرقت يا عبد. صدقني ما سرقتش. انا مش وش سرقه. بلاش قضيه بيه. لازم قضيه وجلسه. انت فاكر الحكايه سهله؟ احمد ربنا انك هتخرج. قررنا. مبروك. ألف مبروك يا ستة. شكرا يا زيزو. إيه مالك؟ مالك على زيزو؟ لا مفيش حاجة. أيوه هو ده. يا أخويا كان وشنا حلو عليه. الله يخليك. ازيك يا ست؟ ازيك يا ست زينب؟ يا وش سعد، يا وش سعد عليا. الله يخليك. كده بقى ما أنتش مسافر لومان. لا يا حبيبتي مش مسافر. وتقول لي لومانية الغربية يا كذاب. عيب يا بكرة. إيه ده؟ حلو معلش. إحنا كنا جايين بتاكسي أهو. يلا بينا. يلا بينا. يلا يا حبيبتي. يلا. يلا حبايبي. حبايبي.
انت احسن حاجه تعملها تيجي تشتغل معايا مكواجي على الفلوس بتاعي. لا انا ماليش في المكوى، انا كنت بشتغل شغلانه فلالي، لو كان معايا قرشين كنت كسبت ذهب. قصدك الروبابيكيا؟ يلزمك كام؟ علشان تقف على رجليك. يعني مش اقل من 100 جنيه. خلاص يا اخويا هنتصرف. اطلع يا اسطى. عشتك الله يخرب بيتك. بس انا خلص القميص خليني امشي. انا بخلص لك بس الزراير عامله قلق. خلاص بيتك خلاص. عشتك خلاص انا قبل اعلم انا خلاص ازيزو خد ادي الهدوم يا سيدي شغل النهارده خليه. كله خد ماشي خليه. شفت غسيل ومكوى ولا جديد اللي انت ولا 100 ولا 10 ده غير ده بقى اللي متعلق ده كله عاوز التاني. حلو هنسحبهم النهارده. مساء الخير يا عبد العزيز. مساء الخير يا اختي. ازيك يا ست؟ ازيك يا زينة؟ عامل ايه؟ كويس الحمد لله. النبي يا عبد العزيز خلصت الدور النهارده والنبي احسن جاي لي ناس. حاضر عن اذنك. لا هيخلصوا باذن الله. يالا
ايه النفس الكبير اللي خدته بعد زينه ما خرجت؟ هتحسب عليا الانفاس؟ هتحسب عليا الانفاس؟ سيبني في حالي. ايه مالك في ايه؟ تعبان تعبان قلقان. قلقان ليه؟ مش عارف، نفسي بقى تفرج عشان تفرج. ما قلت لك 100 مره هتفرج الجدعن وهتفرج. ما تمدش ايدك، سيب بس هدوم البنت. ايه اللي حصل بالظبط؟ بقول لك يا عزيز، ايه فكرك يعني واحده زي زينب ممكن تحبني انا يا عزيز؟ يا سلام، لو انت تستاهلها تحبك وتحب ابوك كمان. انا مش عايزها تحب ابويا يا عبد العزيز. عايزها تحب مين؟ عايزها تحبني انا يا عبد العزيز. ما هتحبك انا، اشتغل ليل ونهار وهي تحبك. فعلا هشتغل ليل ونهار حتى مطلع الفجر. بيك يا لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ولا سته، اشتغل قبل الاكل وبعده 3 مرات في اليوم. بحبك. امشي يا ريت، امشي يا ريت. انا عايز افهم بقى حضرتك موديني على فين في الجو اللي مش انت هتطلب؟ انت تمشي وانت ساكت. حاضر ماشي، هنمشي واحنا ساكتين. نعرف نفهم موضوع ولا ما تعرفش؟ ماشي. شايف كراكيب؟ حالك يا ست بنات، جبنا الباق في ده يشيل. من فضلك عشان وضعي ما بقاش وحش بلاش كلمه يشيل دي، فاهمني ولا لا؟ طب امشي خلاص. تعالى انت تريح ازاي؟ عايز اشتغل على تسريح الزيت الرقاصه الكسر دي ازاي؟ عندك حق يا استبنان، بس انا خايف من ريحه التسريحه. البي يزعل لما يخرج من السجن من سويسرا. يعني يزعل من ايه؟ دي كراكيب ما تسواش. صح، ده انا بعدك ما عادش يفخ. مؤاخذة اخر مؤاخذة، ما تزعلش نفسك، مش حضرتك برضه المؤاخذة شطاحة من ايه؟ شطاحة دي؟ شطاحة ذات اليمين وذات اليسار، يعني شوية شخلعة. بقول لك ايه، بطل نباضة، انت بتكلم الست منال اجدع رقاصه في البلد. ايوه ما انا قلت شطاحه، قلت اطلعوا من البلد. يلا بلاش هلا، بشيل الكراكيب دي. ماشي هنشيل، ما تزعليش نفسك ابدا. ماشي دوشي، عايز ارجع ماليش الحاجات دي هنا. عينيا. يلا يلا خش عليها. يلا يلا، رايح فين؟ الهنا بتقول لي يلا، اصلا مستعجله شويه. وبعدين اخلع انت لان منظرك عره بصراحه. طب بلاش لمؤاخذة. ماشي، بقول لك ايه، هي الشطاحه بتنادي لك بدوكشه ده اسمك ولا هي بتهزاك؟ قلنا بلاش لمؤاخذة. ماشي هتشيل الحاجات دي فين؟ التسريحه دي والشويه دول. التسريحه دي بالذات مش عايزاها، مش طايقاها. حاضر وجب. هتدفع كام؟ شوف بقى بصراحه كده، الحاجات دي كلها على بعضيها حاجات زباله وما تسواش. السلام عليكم. خد يا جدع راح فين؟ بقول لحضرتك حاجات ما تسواش. انت هتصمت عليا؟ لا وفين الست قالت ما تزمناش يعني؟ هتستعبط فيها؟ والله خلاص انا ما جيتش جنبيكوا، كراكبكوا عندكوا، ما تلزمنيش. شيلهم بقى يا جمل وتخلصني. تعجبيني يا شطاحه نطاحه، ادفع 30 جنيه. 30 جنيه يا باع؟ ده التسريحه لوحديها تساوي اكتر من 200 جنيه. خلاص بلاش التسريحه، هاخد شويه الكراكيب التانيه ب 7 جنيه. خلاص شيل الكل وادفع 300. يلا 300؟ لا يفتح الله. السلام عليكم. خد يا جدع راح فين؟ سيب الكرافطه. كرافته؟ هو انت لابس كرافته؟ اشمعنى انت بتقول على التسريحه ب 200 جنيه؟ ما دام بتكذب يبقى انا لابس كرافته. عايز تدفع كام؟ ادفع يا جميل 20 جنيه. شيل. لا حبيبي الجرح ده هيجنني. الطب مش لسه قايل 30 جنيه لك؟ ايوه بس الست الشطاحه بتقدر، قلت 20، انت هتفتح بقك هقول 15، شكلك اني هقول 10. ارجع ماليش الحاجات دي هنا. ماشي. رقاصه؟ بقول لك يا رقاصه، انت ليه ما تسيبيش الرقص وتشتغلي حاجه ثانيه؟ اشتغل يعني ايه؟ غساله؟ ده انا بطلت 5000 جنيه في الشهر يا روح امك. 5000 جنيه في الشهر؟ 5000 جنيه؟ فهمت، وتلاقي جوزها بيديها 15 جنيه في الشهر وبتدبر هي الباقي، مدبره حلوه قوي. ولا نعم. انت هتجنني يا انت عبيط يا ولا بتستعبط؟ لا انا الاثنين يا بيه. هتدخل ولادك معايا جبيننا. قصدي سعادتك عرق وسطك. احرق شيل وخلصني. قول في داهيه. حاضر حاضر حاضر. نعاين بقى لمؤاخذة؟ اتفضل عاين. بقول لك ايه؟ لا 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 لا، البيعة دي مش نافعة، دي مخلعة. يا عم شيل واديني الفلوس وخلصني. انت سامع بودانك، الشطاحة قرفانة ومش طايقة نفسيها مكلمة. ايوه ما انت خلاص قرشت الفولة. فاضيني الفلوس. فين عالمي؟ عالمك في بيه محترم حافظ رغيف ده في صدره يقول علي عالم. بيتك ده هي، شيل معايا حملني يا تجداه يا العالم، شيل الكراكيب دي.
سيدي. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يا فل يا عزيز. مساء الفل. ايه انا ستك؟ ايه اللي خرج؟ معلش اصل كنت بستلقط بيعه من نايت كلاب. نايت كلب؟ وغلاوتك كل اللي فيه ولاد كلب، بس هي بيعه محترمه. ربنا يسهلك، ما تيجي تتعشى معايا الليل. لا معلش بيني وبينك عايز اطلع علشان اوضب الحاجات دي وما هندمها كده والمعها وايفها عشان تجيب التمن. اصبح على خير يا طعم. لا اله الا الله. محمد رسول الله. يا عيني يا سيدي يلي ظلمت الحب يلي ظلمت الحب وقلت وزدت عليه قلت عليه مش عارف ايه. يا عم يا عم اهبدوا اهبدوا بالسقف لغايه لما يقع علينا براحتكوا. مرات نسيوها في التسريحة ولا حاجة. مرات فلوس فلوس ده خبر اسوح. ايه ده؟ والشطاحة ما كانش عاجبها ما كانش عاجبها التسريحة. خبر اسوح وانا ما كنتش عايز اشتريها. يا خبر اسوح ايه اللي محشور ده كله؟ كل دي حشوة؟ فلوس؟ مهرات؟ عبي عبي اقلب اقلب حوش حوش. يا خبر اسوح فلوس مهرات؟ تحولي يا ناس تحولي يا اللي فوق. فلوس ممكن دولارات. لا والمرايه كمان مالها جامد. لا معلش بقى المؤاخذه الروقان احنا نفك تسريحه حته حته بقى خشبه خشبه ونطلع منها الهوبر الدولاريه. يا سلام وشك حلو عليا. مع السلامة. طب ما تفتح يا اخويا عشان اصبح عليه. يا ستي صباحك فل، صباحك قشطة، صباحك نادي، صباحك وصل، وبعدين ما اقدرش افتح لك دلوقتي لاني عريان. يجازيك يا ستة دمك زي العسل. الولد اللي كنت متقصداه. اقعد يا اخويا الفلوس وسننها. بلاش اقعد الفلوس دي بقى. 100 فل و10 ايه؟ هو في احلى من معاملة الطيبة. كيف العزال انا من يومي. ودلوقتي بقى اخبيكوا فين يا حبايبي حلوين يا خضريك انت جميل؟ اخبيهم فين؟ هنا؟ لا هنا لا برضو. فين؟ لا كل شويه بتاعت بعطروا. لا فين فين؟ لا لازم اخبيهم في مكان امين. لا يمكن لا يمكن يستخبوا هنا. 3 مليون دولار يستخبوا في مكان بعيد قوي. ايوه اخبيهم هناك عند ال مروح انا المشوار بتاعي بقى. مع السلامه يا اسطى. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه مالك مش هتقول لي بقى مالك برضو؟ ماليش يا اخي سيبني افكر. افكر في ايه بس؟ الله عايز تقول ايه؟ الله انت بقالك 5 ايام ما اشتغلتش. ابو عزيز انا عايزك في كلمتين سر. قول. اصله سر كبير قوي. انا وماله ما تقول يا صاحبي. ابو عزيز انت صاحب الجدع ولا يمكن انسى فضلك انت واهل الحاره دي. الله مالك انا؟ ايه المناسبه دي كمان؟ انت هتموت انا؟ انت بتودع؟ ابو عزيز نعم تعالى معايا. جاي معايا تعالى. ابو عزيز
نعم. انا لقيت ليه. لقيت ليه؟ هو في حد بيلاقي ليات في اليومين دول؟ اهو ده اللي حصل. لقيتها فين؟ في الشارع؟ شارع ايه؟ في حد بيلاقي حاجه في الشارع؟ انا الشريط بتاعي لقيت فيه بتاتيع كتير. ايه البتاتيع كتير دول؟ دولارات. ايه؟ دولارات. والبتاع اللي اشتريته ده اللي كان فيه الدولارات مش بتاع حد؟ طبعا بتاع حد. خلاص بقى روح رجعهم له. الحمد لله. هي دي الكلمه اللي كان نفسي اسمعها منك من زمان. في الاول طمعت قلت اقعد خدهم واجري طنش ما دام محدش واخد باله. لحد خمس ايام ازيزه عمال اخد ودي مع نفسي اخد ودي مع نفسي لحد ما سمعت منك الكلمه اللي انا كنت بقولها لنفسي. طب خلاص روح بقى رجع له الحاجه. رجع له ايه؟ ده تقيله قوي مش عارف صاحبها. ايه تقيله يعني؟ مش شوية فلوس. شوية فلوس؟ شوية فلوس ايه؟ شوية فلوس ايه؟ يا عزيز ده انا قعدت عندي فيهم الخمس ايام ما لحقتش اخلص الفلوس كلها. يا دوبك طلعوا 3 مليون دولار. 3 مليون دولار؟ ما تسيبنا نام. عبد العزيز خليك عقدي مالك ما تتوترش خليك طبيعي خالص. المهم دلوقتي لازم نعرف مين صاحب الفلوس دي علشان نروح له على الاقل يدينا حلاوتنا. تروح فين؟ ايه يا عزيز؟ ما هو ده النايت كلب اللي انا خدته من التسريحه. راح فين يا معلم؟ ايه بس بالراحه مش كده؟ احنا برضه مواد يعني. احنا جايين نسال على صاحب المحل اللي بتاع النايت كلب اللي هنا. كلب لا مالها في مصارينك، امشي تعوض بره. لا بقول لك ايه؟ انت نفسك وشوف بتكلم مين احسن اهزاك. خلاص يا عزيز، عزيز مش كده وخلينا نغير. بلاش صاحب المحل، في راجل هلف كده طول بعرض ومليان وغيتت ورزيل ورزل وسبك. عايزين نقابله عشان مصلحتكم. ها؟ قلت لك كور التواضع. لا لا بقول لك ايه؟ اوعى بقول لك ايه؟ مالك في ايه؟ مالك؟ انت مش سعران؟ مش سعران؟ يلا ابو عزيز يلا. شطاح. شطاح. عايز ايه ده؟ انا بتاع الروبيك اللي خدت منكم التسريح. عايز ايه ده؟ انا مش عايز، انت اللي عايزين اصل التسريح. حلو كلمني. معلش يا هانم يا ابني شوف شغلك تحاول شغلك انت روح شوف شغلك. بقول لك ايه؟ مفيش قدامنا غير ان احنا ندخل من المجاري. مجاري مجاري يا عم عزيز. اسمع من باب الفنانين الغلابه الصغيرين اللي وراني. يا فنانين يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وسعادتك بتشتغل هنا؟ ايوه انا غفير الكباريه دي. ما شاء الله ما شاء الله. عنك عنك حبيبي عنك. تعال بقول لك ايه؟ تعرف الست الشطاحة والراجل اللي هلف وصاحب المحل؟ صاحب المحل في المعتقل. في المعتقل ليه؟ بعيد عن السامعين. تاجر عملة كبير قوي ومغلب الحكومة. ساحب الدولارات كلها والحكومة مش عارفة تمسكه متلبس. قامت اعتقلته. بعيد عنك. مصاص دم. مصاص دم ازاي؟ راجل مفتري. قال مش مكفيه الكباريه اللي فاتحه على البحر دي واللي الداخل فيه مفقود. لا ده بيتاجر في اعراض الناس وفقودهم كمان. تعرف ايتها حاجه محرمه تلتيه بيشتغل فيه فلوسه كله على داير مليم. حرام في حرام. راجل مفتري منه لله. ده انت باين عليك مبقوق منه قوي قوي. عنده مال قارون وابني كان عيان وبيموت. اقول له يا باي عايز 15 جنيه اوديه للحكيم واجيب له نص كيلو كده يقوته ويغذيه ما يعبرنيش. ويقول لي ايه انت مش ليك ماهيه؟ هي دي ماهيه دي. والواد راح مني يا ولد ما تزعلش. والواد راح مني يا ولد في شربه ميه عشان 15 جنيه. والمفتري ده بيكسب في اليوم الواحد الاف مؤلفه. ربنا يهده ويوريني في يوم ويأذيه. ايوه ربنا يأذيه زي ما أذاني في عيلي وضلاي. تعرف كل يوم يأذي بدل واحد مية. غريب والأكادة كده ان ربنا بيديه بالزوفة. امسك حاجة. امسك امسك يلا بينا يا عبد العزيز. نشرب شاي معاه. خلاص يا عبد العزيز نشربها في اي حتة تانية. طب يلا بينا. سلامة. مع السلامة. ما يحرمكوش من الزوق يا رب. ايه مالك متنح كده ليه؟ ما هو كده بانت خلاص. الفلوس طلعت بتاعه صاحب الكباريه المفتري. هو سرقها وربنا بعتها لي. يعني ايه؟ يعني الفلوس دي مش هترجع يا عبد العزيز. الفلوس دي انا هعيش واصرفها على الناس اللي استحقها. لو خبريه فرفل انت عاوز تعمل زي ارسل لوبين يعني تاخد الفلوس من الاغنياء؟ انت
تديها للفقراء. ايه ده يا عزيز ده؟ هلا يا عزيز ده؟ ايه العمق الداخلي اللي جواك ده؟ هلا هو كده. بس اسمع، ده سر مفيش مخلوق يعرفه. ها؟ لازم تحافظ على السر، عهدني انك تحافظ على السر. خلاص السر كبير. بس فكر. انا فكر. انا فكرت، فكرت يا عزيز، فكرت وقررت. خلاص الفلوس دي مش هترجع. الفلوس دي انا هصرفها على اهل حتتي اللي يستاهلوها، اللي هم اولى بيها. ناس الغلابه. انا اشتغلت مع حراميه وتجار عرض. ما تنساش ان واحد فيهم كان هيدخلني السجن ظلم. لا بكلمك من الحاره. ما الحاره فيها تليفون. لا لسه الاهلي شويه. ايه بكلمني كل شويه عشان اطمن مش شغال. يا سته دكتور عمرو. اهلا 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 يا دكتور. اهلا يا دكتور. اتفضل استريح. اهلا يا دكتور. اهلا اهلا. طبعا انت دكتور ومن اهل حتتنا ويهمك مصلحتها. طبعا نخش على الموضوع على طول. احنا عايزين نفتتح مستوصف كبير، عايزين نعمل مستوصف في الحته هنا يبقى فيه كل التخصصات وعلاج شامل باجر رمزي. ده بس اتكلم. الحمد عزيز يقولك اتكلم. احنا ما يهمناش فلوس، انت تؤمر وعليك تعمل لنا بيان بكشف كده ايه اللي طالبه واحنا ننفذ. ده شيء عظيم جدا ومجهود تشكروا عليه. الله يخليك. وانا تحت امركم. خلاص اتكل على الله وجهز المطلوب. عينيا. طب استاذن انا. مع السلامه. استاذن. طب يا دكتور عندي سنه مش واقف رجلي. الله عزيز. عينيا. عينيا. سنه المجال. عزيز انت متاكد الراجل ده دكتور؟ ايوه يا اخي دكتور، هو شكله كده اصله امه اتوحمت على حدايه. انا فرحان عزيز. انا فرحان. الراجل صاحب الكباريه اللي رفض يعالج ابن الغفير بتاعه، احنا بفلوسه هنعالج الغلابه العينين اللي في الحته هنا. لا ما تلاقينيش بقى، ما تلاقينيش وقول لي فلوس حضرتك فين؟ قلت لك انسى انسى يا عبد العزيز، انسى انسى. المحل ده يا عبد العزيز، المحل ده هنخليه اكبر معرض موبيليات في الشرق الاوسط. فل الفل يا سته. بقول لك ايه، احنا ربنا هيكرمنا. ليه؟ عشان الراجل صاحب المحل المكواجي اعطينا له قرشين كويسين. بس لازم نلم ايدينا شويه. لم ايدينا؟ لم انت نفسك. لم ايديك يا عزيز، احنا داخلين على البشريه. لم نفسك يا هلا، لم نفسك يا هلا. بيقولوا عقبال عندك ورث. ورث مين؟ يا اختي بيقولوا خالته. قال ايه؟ عندها حته ارض دخلت في زمام المدينه، ما كانش تسوى نكله، دلوقتي تجيب ملايين. يا اختي سته، ده ابن حلال ويستاهل كل خير. يا اختي، واللي في جيبه مش ليه. بقول لك ايه، بيقولوا مش هيخلي حد في الحاره هيحتاج حاجه. ربنا يبارك لك يا سته. يا رب. الحكايه دي فيها سر. ايه الفلوس دي اللي نزلت على سته ولا واحد؟ بيقول لك الشغلانه بتاعت المملكه دي فرقعت معاه قوي وكسبته كتير. كسبته ايه يا سعد مجيد؟ قول كلام جدا. الله، امال هتكون ايه الحكايه؟ ده حتى لو كان ال 10,000 جنيه اللي بيقولوا عليهم سارقهم ما تخليهوش يصرف الصرف ده كله، ده صرف دلوقتي فوق اكتر من 100,000 جنيه. الله الله الله، انت هتقلقني ليه بقى؟ الحكايه دي تحير.
دولار، يعني اكتر من 6 مليون جنيه مصري. واحنا كنا نعرف منين بس يا سعاده الباشا؟ وانا لازم اقول لك على كل اسراري، فلوسي كنت مخبيها عشان لما البوليس يجي يفتش ما يلاقيش حاجه اجي ما لهاش. هنجيبه، هنجيب الواد اللي خدها. وانت ما كانش عندك التسريحه؟ عشان بتاع الزيز. على شويه غيره فاضيه تضيعها من ايدي اكتر من 3 مليون دولار؟ ده انت ما تساويش نكله. ممدوح ما تزعلش نفسك، تسريحه عليها وهنجيبها. ازاي؟ انا اللي اقول لك ازاي برضه يا ملك. اسمعوا، الواد بتاع الوبيكه ده عايزكم تجوا وتختصوا وتجيبوه من تحت تقطيع الارض، تلفوا على كل المعلمين بتوع الوبيكه اللي في مصر لحد ما تلاقوه، مفهوم؟ حاضر يا سعاده البيت. دكشر تحت امرك يا باشا. لو ما جبتش الواد ده يا دكشة رقبتك مش هتكفيني. هجيبه يا باشا هجيبه. اوعى تغلط قدامه باي حاجه. ماشي يا باشا. ده لا يكون باعها ولا سلمها لاي حد ما نعرفش نوصل له. يا سعادة الباشا اطمن، هجيبه لو في حوض البحر الابيض المتوسط. هجيبه يا باشا. القلق انا قلقان، انا خايف البنت ما توافقش. انا تتغير يا لا تتغير انت حلو وتتجوز احسن منها. الله مالك في ايه؟ طب على النعمه لو ليا ام لجوزها لك. يعني فكرك انها هتوافق؟ ما هي ماتت. هي مين دي؟ امي. انا بتكلم على امك، انا بتكلم على امك يا عبد العزيز. بتكلم على امك دلوقتي يا ابني. خلاص الله، خبر بفلوس دلوقتي ببلاش، حالك هنطمن. بس قبل ما تيجي الست اللي اسمها هات دي بقى، بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ على البال، على البال. اعقل وقول لي فين الفلوس يا عزيز. ايه يا عزيز؟ وقت وين؟ يا اسم الابيض يا اخويا، هقوم مبروك. ست صلاه طمنيني بسرعه. كله تمام التمام، دول ما صدقوا اني كلمتهم. تكرمي جد؟ جد جد. الله، ده كل اهل الحاره يتمنوا يجوزوك بناتهم. اديلك بنصيبه يا عبد السميع يا جوزي، انا عارفه ما طلعتش بتاع روابيك يا ليه. سيبك من علي كفته دلوقتي، خلينا في المهم. اروح لهم امتى؟ اي وقت يا اخويا، دول مستنيينك على احر من الجام. الحمد لله الحمد لله، انا ابن حلال. الله يبارك فيكم. مبروك، الف مبروك عليكم. انت عامل زغلطه؟ طبعا يا اخويا. امال ايه؟ والله ما انت مزغلطه، زغلطه يا عبد العزيز. يا لهوي. السلام عليكم. مساء الخير. اهلا اهلا، ازيك يا فرخه؟ فرخه برضو؟ عملت البطه فرخه؟ امال بقى السنه هتقول لي ايه؟ كتكوت؟ خلاص فرخه ببطه، كلهم بيبيضوا. البنت دي مشكلتها ذكائها، لو ربنا خد من مخها وادك اسمها هتحل مشاكلنا كلها. اتفضل يا ست، اديهم خبر اللي احنا جينا. عندهم خبر. ماشي، كله نعم. ممكن اتكلم معاك على انفراد؟ انفراد ايه؟ ما هو غلس ودخل معانا، وبعدين ده مش غريب. يا اخي عايز اتكلم معاك على انفراد. ماشي حاضر. دمار سكة، عندنا ضيوف، اقعد هنا يا تخين. ماشي يا وز. والله طبعا عايزين نستهزأ. اتفضل يا اخوي. اتفضل يا حبيبتي. اقعد يا ضمايا. شوف يا ابن الحلال، انا طبعا عارفه انت جاي هنا ليه. ليه يا حاجه؟ عشان تتجوز امي. ما هو ايه؟ مش عيب يا اخي تيجي تتجوز امي؟ هنغلس على بعض ونتجوز امهات بعض، يعني يخلصك مثلا اجي اتجوز امك. تتجوز امي ازاي؟ افرض يعني، ولا بلاش دي،
خليني ست احسن. اتجوزت ابوك وابقى مرات ابوك، دي مش هتبقى حاجه بايخه قوي؟ هلودك، همنع عنك الاكل والميه، واذا عاوز تاكل هاكلك عيش سن وهطلع عين اهلك. ده غير الزنب اللي حدها لك عند ابوك واحنا نايمين بالليل، والعلق بقى تشتغل، وهخلي عيشه اهلك هبال. عليكي منطق في الحكم على الاشياء، مخك ده غريب. ماشي، طلباتك يا حماتي بطل. طلباتي يعني الحلال انك تجيب امي في حالها، وتروح تتجوز اي حد تاني. امي دي انا محتاجاها، ما تجيش انت وتاخدها مني. انت كل الستات ممكن تتجوزها، لكن انا ما عندي غير الام دي. بس 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 حبيبتي بس، ما تعرفيش بس. يعني اتأثرت؟ ايوه ايوه اتأثرت يا بطل، اتأثرت. بس اللي عايزك تفهميه ان انا اذا كنت بعز والدتك انا بعزك انت كمان. والنبي بطل قرا وخلينا عمليين. قرا ماشي، خلينا عمليين. شوف يا حبيبتي، اللي عايزك تفهميه ان انا مش جاي اخد من مامتك غير اللي يفضل مني. خدي كل حبها، خدي كل حنانها، وان فضل عندها حاجه قد كده اهو هبقى اخدها انا. انا مش جاي احرمك من مامتك ولا احرم مامتك منك، لا. بس بدل ما يبقى عندك ام هيبقى لك ام واب. واذا كنت جاي عشان اسعد مامتك فانا عايز اسعدك انت كمان. انا طول عمري بحلم ببقى محتاج زوجه، محتاج ضنا، نفسي ابقى باباكي، باباكي انت بالذات. صح يا قولي، كمليها، قولي يا بابا كلمه نفسي اسمعها. قولي يا حبيبتي، هعوضك عن كل اللي فاتك، هجيب لك اللي نفسك فيه، هحطك في نمنا عيني. يا اهلا وسهلا، مش قولي يا حبيبتي اني ست هنا. انت تعرف طبعا خالك ماما. اهلا وسهلا، ازيك يا خالتي؟ لحقت تبقى خالتك؟ اهلا يا ابني. يا زينب يا زينب يا زينب، ستة هنا، هو غريب. تعالي يا حبيبتي. نورتي يا ستة. ربنا يخليكي ونور عليك يا ست زينب. هات يلا يلا، هنفضل واقفين كده، مش عايزين نقفش في المسائل كده معقده، يعني عايزين نقول ايه؟ قولي يا ابني. لا حضرتك اللي تقولي. قلت ايه يا خالتي؟ اقول ايه في ايه يا حبيبي؟ يعني كرؤيه ملحميه في المساله، يعني حضرتك عارفه انا جايه ليه؟ اذا كانت بنت المعروضه عرفت انا جايه ليه؟ عارفه يا ابني، ربنا يتمم بخير. الحمد لله الحمد لله. وانا اوعدك اوعدك ست زينب ان انا اكون زوج مثالي ان شاء الله. بطل حداقه وصلي على النبي. الخطوبة دي انت ان شاء الله. يا خلاص على طول كده يوم الخميس الجاي هنعمل حفلة قدك. بس بفكرني على العزيز ده. والله ما انت بزغرطة زغرطة على العزيز. فيش منطقة فيك يا مصر لما قلبناها ما فاضلش الا المنطقة دي. فكرك هنوصل له؟ ايه اللي هنوصل له يا ايما؟ كل حيوة في الثمانيات بالصلاة على النبي. مين قال حاجة؟ يا معلم اهلا وسهلا. ايوه خدمة. الو قشطة. معاك فل. الله، انا شفتك قبل كده. ثم بعد انت منين يا معلم؟ اسكندريه، وعرفت ان صوتك حلو من هناك. فل. وانا بقى من هنا. قشطه. بقول لك ايه؟ مساء الخير يا استاذ بيه. يا دكتور رايح فين؟ انا جاي حالا، كلهم بينضفوا فوق. اتك على الله، اسعى. كله 10. الو دلال. ربنا يكمل بخير يا ستنا، يا مدعمنا يا معالجنا. حلو يا فندق، بس انا السباكه في شكوى بالسباكه. ها عايز السباكه والصرف يبقى حلو. من عينيا. اهلا يا حاج. اهلا، ازي ابنك مش شغال كويس؟ علي العال، ربنا يخليك ويطول عمرك. الله كده احسن بقى، ولا كنت اديت القرشين ضاع ودورت على غيرهم؟ ربنا يبارك لنا فيك يا رب. الله يكرمك. خير يا ستة بيه. اهلا يا شبابنا. اهلا يا فندق، ازيك يا حاج؟ اخبارك ايه؟ الاولاد ماشيه في كل وقت. اهلا ازيك يا حاج؟ ايه ايه اخبارك؟ والله يا ستة من ساعة ما رايفنا سوق انضرب. ايوه يا ستة. ازيك يا يوم؟ جمال جمال، بقول لك ايه؟ ما تيجي نشرب واحد نسكافيه. اه ما اشربش غير شيخ. We'll be right back.
خلي بالك من الحاجات دي. انا يا بيه. والبرج ده بالذات. حاضر يا بيه. ألف مبروك يا عريس. مبروك الخطوبة عروسة. أهلا يا حبيبي. فرحت لك بنت أبويا. قمر القمرة يا مشمشة يا مشمشة يا مشمشة يا أم الجمال والنعمشة 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 قمر القمرة يا مشمشة يا مشمشة يا مشمشة يا أم الجمال والنعمشة 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 ليلي ونهاري يا قمر تحلى معاكي النعمشة البطة تحت في الشقة. سيبها سيبها ازاي؟ ثانية واحدة. الليلة حلوة يا مدلع اوعك علينا اتمنى الليلة دي حلوة يا مدلع اوعك علينا اتمنى الليلة دي حلوة يا مدلع اوعك علينا اتمنى اه بلاش تسوق بس دلالك للقلب متولي القلب متقلي ولع الواد ستة ساكن في المنطقة دي أكيد يلا على الأستاذ ستة نعم أخويا ستة بيه كمان أو بقى عندك النهاردة خطبته لا إن شاء الله ربنا هيكرمه أوي زينا رجالة الليلة حلوة يا متدلع اوعك علينا تتمنى يا حلوة يا ولاد العروسة بترقص فيها وبنتها في الفرح زي سامية جمال في الأفلام للقلب متقلي ولع والليلة حلوة يا متدلع اوعك علينا تتمنى الليلة حلوة يا متدلع اوعك علينا تتمنى أهلا أهلا الحمد لله على السلامة الله يبارك فيكم وحضرتك تبع العروسة نعم صح دايما نسأل المعزيم علشان العشاء على القد ومحدش عشاء غلط يا مؤاخذة انت على كده بقى مش عارفني لا والله مش واخد بالي يعني التسريحة نعم التسريحة اللي اشتريتها من نايت كلاب نعم الرقاصة هلا نعم الرقاصة الشطاحة اللي بتتمايل ذات اليمين وذات اليسار خسيت يا ابن المقفع من الطارق على الباب هتصعبط عليها هلا ولا ايه؟ نعم افهم من كده بقى انك مش عايز تتفاهم معانا اتفاهم على ايه بالظبط؟ هلا هلا الفلوس يلا الورق الاخضر الدولارات انت بتتكلم على حاجه ما عنديش فكره عنها بقول لك ايه احنا مش سهل يا بابا واذا ما تفهمتش معانا هتضيع بابا بابا ايوه روح مين الناس اللي شكلهم روجر دول لا مفيش حاجه روح انت يا حبيبتي نعم قلت ايه قلت لا اله الا الله محمد رسول الله شوف بقى بصراحه انا لو شفت اي كلب فيكم عتب هنا تاني انا قطع خبره فاهم حمار
الفلوس والحب انا جايب ناس حسب المطلوب. يلا ابعد عني ده موتك، ابعد عني فلوسي وذوب انا جايب ناس حسب مضروب 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 فلوسي انا جاي هي غبتي دوري اعمل بغير وسيد السندوني بين الأوبي يجي عنطرة انا جاي ناوي على الخط انا بدا يلا ايه ده لا اتكل انا بقى رجاله يلا بينا طيب يا خلق الله اما حته الحفله انا مش قلت لكم ان انا اعمل لكم برنامج ما حصلش انت ضربت ضرب يا سته امال ايه انما مين دول مش عارف المهم ايش حته ضربتي ضربت الحمد لله في ناس كده غاويه تطفي الشموع الايجار هم دول اللي بيكسروا الافراح يلا مش عايز كلام كتير البوفيه مفتوح اتفضلوا وراي بس انا دجشتهم ايوه عايز من ده اتنين لا سته من الخمس موديلات؟ لا عايز من الست موديلات كل موديل ستة يا واضح ان حضرتك بتحب بنتك قوي قوي انا بحب بابا ستة قوي يا ماما عمري ما حبيت حد زي ما حبيته هي امتى الدخل وامتى هيجي يقعد معانا في البيت قريب يا حبيبتي احنا كمان هنوضب شقة جديدة حلوة قوي وبابا ستة قال انه هيعمل لك اوضة لوحدك مخصوص فيها كل اللعب وكل حاجة انت عايزاها امسكي يا زينب امسكي منها زينب امسكي منها امسكي يا بطه حبيبتي يلا هذا راجل شاكرين شاكرين جدا والله ما انت ماشي استنى امسك خد لا خد لا خدهم كلهم يلا ما تطلبوني ايه رايك بقى يا بطه في الحاجات اللي انا جبتها لك دي كلها والله حسب الحاجه اللي انت جايبها يا بابا الله حلو قوي كلمه بابا دي زينب زينب ما تقوليش العابي الناس بتتفرج علينا ما انا عارف نطلع والنعمه جيت البطه تلعب بيها واحنا نازلين هجيب لك فستين كتير قوي كمان عايزك تبقي احلى بنت في مصر واجوزك سفير بلجيكا ستة شفت يا ستة اللي حصل ايه عملوها الكلاب اكيد كانوا بدور على الفلوس عشان كده كسروا اوضتك انا خايف يكونوا عطروا على الفلوس ما تخافش يا عزيز ولا الدبان الازرق هيوصل لهم الحمد لله بس واضح انهم هيشغلونا في الازرق مسيرهم يوم يهبطوا تجارتهم مش مشروعه والحكومه بتطاردهم الله جبت ست القط جات الحكومه تنط فين ست؟ ها حظبط فاضل معاها الاسم ليه خير؟ علشان نعمل محضر بحادث التكسير اللي حصل ده ايوه بس مش عارف حضرتك ان حصل تكسير عيون الشرطه ساهره يا استاذ وفي ايه؟ في ايه يا بابا؟ معرفش ما انا هروح اعمل محضر وهنعرف منه كل حاجه طب امال مين اللي عمل كده يا ست معرفش يا زينب انا هروح الاسم وهنعرف من الضابط وبعدين شرطه ساهره ما تخافيش خد بالك من زينب بطه ها شو عليا يا ست اتفضل يا الضابط
اخلص وحياة امك. يا شرطة بتقول وحياة امك؟ شرطة ايه يا ابن؟ اطلع يا اسطى. خلاص خلاص احنا وصلنا وانا هتفاهم مع البين مامور. يلا انت هو غيروا هدومكم. حاضر يا بيه. ايه ده؟ هو ده الواد اللي سرق الدولارات؟ وانت؟ انت زعيم الحراميه واللصوص وتجار قوت الناس يا حيوان؟ وانا؟ ده اتضح انك زعيم الابلسه. لما اتهمتك زمان انك سرقت الفيديو وال 10,000 جنيه عملت شريف. ادي انت بتسرق الملايين يا روح امك. اه لسه يا حرامي. بقى كنت مرقد يا اخويا، ها؟ كانت خطه قديمه. خطة قديمة ولا خطة جديدة، أنا ما اديتش إيدي على حاجة وما سرقتش. لسه بتقول ما سرقتش؟ أيوة ما سرقتش، وما تعبوش نفسيكوا، ما سرقتش وما تعبوش نفسيكوا. ولا مين سعادتك؟ استغلط يا لو عامل نفسك مش عارفنا يا روح أمك. إيه الحكاية يا إخوانا؟ يا روح أمك روح أمك روح أمك، مفيش روح أبوك أبداً. سيبها الرفشة. سيبها الرفشة. سيبته. تعالى أما أقول لك هلا، تعالى هنا. اسمع هلا. أيوة مين؟ الهزار ده هناك. حاضر. هنا؟ مفيش هزار. ماشي. صبياني ممكن يهزروا، لكن انا لا. طب ليه بيه؟ ليه متبذل صبيانك ظريف كده؟ ليه مغتت معايا؟ عشان انا بقى بتحلق، قصدي بتقتل. عليك نور. اسمع هلا. نعم. انا عايز فلوسي، فاهم؟ انا عارف طبعا انك صرفت يجي 200,000 دولار، مش مهم. ترجع لي باقي فلوسي ويا دار ما دخلك شر. مش فاهم البؤرة المحورية في الكلكعة الأساسية للحوار سعادتك. اسمع، قدامك 24 ساعة ترجع لي فيها فلوسي، وإلا مش هتلحق تندم. ماشي يلا؟ ماشي يا بيه، ماشي. يعني بعد إذن البهوات ممكن أنا أستأذن أروح؟ مع السلامة. الله يسلمك. طيب، متشكرين، متشكرين على حمك. سيبوه. أه ستة أهو ده جه. تعالى ستة. ايه؟ ايه في ايه؟ لاقيين بطه يا ستة، مش لاقيين بطه. الو، ايوه موجود، تليفون عشانك، ما تزقش. الو، انت طبعا عارف اننا خطفنا البيت. ايوه، بس احنا اتفقنا على مهله لحد بكره. عايز افكرك، لو انك بلغت البوليس هطير رقبتها في ثانية. يا ندال، معادنا بكرة، اوعى تنسى. أنا ما بهزرش يا ستة. مع السلامة. ألو ألو، في إيه؟ في إيه؟ أنا عايزة بنتي، عايزة بنتي يا ستة. حاضر حاضر يا زينب، هجيبها لك. طمني، اهدي، أنا هعرفك كل حاجة وهشرح لك كل مش حاجة. مش عايزة أعرف حاجة، عايزة بنتي يا طيب. ستة. طيب طيب طيب، تعالى يا عزيز. والبقين اللي انا دلقتهم دلوقتي، يبقى احنا عرفنا كل حاجه زي بعضينا. الله، بتتكلم بيها في ايه؟ الله، بتتكلم بيها انا؟ انت مش قايل ده سر احنا هنحتفظ بيه؟ سر ايه يا عزيز؟ دي مساله حياه وموت. انا ما يهمنيش الكلام ده كله، انا كل اللي يهمني ان بنتي ترجع. خلاص يا زينب، بنتك هترجع لك. وهترجع الفلوس يا ستة؟ لو ما لقيتش حل غير ده يبقى لازم ارجع الفلوس. انت اتجننت؟ ترجع الملايين دي كلها؟ لا يا عم دالي، ما تيجي تفكر بدالي، ما هو ده اللي انا هفكر فيه. انت لسه هتفكر، انت عندك كلام تاني. ايوه زينب، اصل المساله مفيش اصل. ما لو كانت بنتك ما كنتش فكرت كده، كنت من غير تفكير رجعت الفلوس وجبت البنت. ربنا يعلم انا بحب بطه قد ايه. لو كان عندي بنت ما كنتش حبيت الحب ده، وعشان كده خطفوها ماسكني من دراعي اللي بيوجعني، لان الرؤيه الحقيقيه. ما تقوليش رؤيه، انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا عايزه بنتي. لا حول ولا قوه الا بالله. حاضر حاضر، اهدي بس يا زينب يا بنتي، ضروري ستة هيتصرف. هيتصرف يعمل ايه؟ معقول هنبلغ البوليس؟ طبعا ما نقدرش نبلغ البوليس. ما لو بلغنا البوليس الراجل الشرير ده هيموت البنت. وهتقولوا ايه للبوليس؟ هتقولوا ان الستة سرقت فلوس من الراجل ده؟ وانا ما سرقتهمش. احنا عارفين يا ستة، بس هيبقى فيها سيم وجيم. على عموم المحور الاساسي. ما تقوليش محور، هتجنني. اهدي اهدي، بلاش الرهاصات. ولا رهاصة ولا رهاصة، عايزة بنتي، عايزة بنتي. بس بس بس. هنعمل ايه؟ انا عرفت السوبر ماركت في البيع، والمشتري جاي لي كمان ساعة. ربنا يفك الكرب. اللهم امين. الفلوس يا اخويا اللي اديتهم لي عشان ابنيهم دورين، قوم خدهم، مش عايزاهم. وانا هبيع دكان الفول المدعم بتاعي. خلاص بقى، اهل الحاره ما لهمش نصيب ياكلوا فول مدعم. ونبيع العياده الشامله
والمستوصف المجاني وكل المشاريع الكبيره اللي انت عملتها لاهل الحاره، واحنا بقى نجوع وندي الفلوس للراجل الحرامي عشان فلوسه تزيد كمان وكمان. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. لا مفيش حاجه هتباع، انا قدامي تكه، لو نفعت هنرجع البيت ونحتفظ بفلوس. والله يا عبد العزيز خلي دول معاك. ربنا يوفقك يا اخويا. هتتكلم بصوت خسر علينا ايه؟ ماشي يا باشا، بتدخل صوتك زياده. ست دي ست ست اوكي ان شاء الله هنلاقيها. امال يعني هتروح مننا فين؟ طيب كل واحد يدور من ناحيه، ولا تحب احنا الاثنين ندور من ناحيه واحده؟ عشان كده كان عايز مهنة 24 ساعه دوري هناك وانا ادور هنا عشان ادور على البنت. طيب يا ست. لا انت دوري هنا انا ادور هناك، ولا تحبي انت دوري هناك وانا ادور هنا؟ لا انا احب اللي انت قلت عليه الاول. من هنا هدوري من هنا؟ اه طب اشمعنى انت دوري من هنا انا اللي هدور من هنا؟ لا انا هدور من هنا. انا اللي هدور من هنا علشان انا عارف انا هروح فين. ابراهيم مالك؟ لسانك ربنا ياخد من مخك ويديهولي. الله 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 الله. ايه بنت الخلفويه؟ الله الله الله. ايه بتعملوا فيا؟ لازم جيت جابتها فهيمه بدل البنت نادره اللي اتجوزت. تبقى وحشه قوي. وحشه قوي؟ اتلمي بقول لك ايه؟ وهبت وهبت في ايه؟ الله 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 الله. يلا لعن. اهلا اهلا ده ازاي؟ اهلا اهلا. لا اللي عليك والبنت ده. ايه ده؟ عايزاني البس زي الرقاسات الشطاحات؟ سارة ثانية بس استولت اللسان ومش عايز شغل النسوان ده انا كراجل. يلا لا لا طيب خلاص يلا لا لا هتنين. اهلا الله هلا قدامكم. هما هتلاقي فين؟ لا يلا يا بنات اطلعوا برا وابعتوا لي رجاله. يا بتاعت رجاله يا وحشه. رجاله وحشه انت بنت صيعه. روح كده روح كده روح كده. هلا
بجان. هيك تني هاكا عملت اللي عملته انت بالظبط. طب وبعدين؟ نهي نهي كتني هي نهي تشوتا نهي ست الكوبايه سيخ ما تضحك ولا معانا. قول لي مفيش فايده، دورت في كل سنتي مفيش فايده. انا ده واضح انها مش هنا. وبعدين؟ نبي تم تشام، يلا بينا نطلع بدل ما نكشف. انا مش شايف كده. نهي نهي كتني نهي تعال ان البنت مش هنا، وكويس قوي انك جيت، لانه كفرت علينا مكالمه كنا هنقولك فيها على مكان البنت لما تجيب الفلوس. انت طبعا تعرف بولاء البكرور في مزلقان قطر، بعد المزلقان هتلاقينا في انتظارك ومعانا البنت. بس اياك من التصرف الغلط، لو شمينا انك تهورت وبلغت البوليس ده معناه ان رقبه البنت طارت، وساعتها شاطر هيبقى ذنبك على جنبك. ولا سيبوه 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 سيبوه. على السلامة يا أخويا، على السلامة. خد فصل دي حواجب. أي أوامر يا باشا. خلاص يا ستة نويت؟ مفيش قدامي حل غير كده. يا خسارة الفلوس. طب ما بلغ البوليس يا ابني. لا قلت لا، انا ما اقدرش اضحي بنوفر من بطة علشان خاطر فلوس. طب نيجي معاك يا ابني بعدين يعزوك. لا مش عايز حد معايا، بس انتوا طمنوا زينب ان انا مش راجع غير ببطة، حتى لو كلفتني الحكاية دي حياتي مش الفلوس. الحمد لله يا رب. رايحين على بولاق البكرور. طب خدوني معاكم. معانا يلا تعالوا العربيات هنا. تعالوا تعالوا معايا. يلا 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 يلا. مندوح باشا. برافو. هاتوا البنت. خد منه شنطه. ماشي. لا لا مؤاخذه، سلم البنت الاول. هاتوا البنت بسرعه. حطها في العربيه. ماشي يا باشا. دكشه
بسرعة.
ياخد بيتهم، الله ياخد بيتهم. ايه في ايه؟ افندي معاه بنت صغيره، وقفل المسدس وخد الثلاجه من العربيه وجري. طب تعالى معايا. يا ريت. Thank you.
الشنطة. بنتي. اديني الشنطة. بنتي. احنا متشكرين قوي يا ست على البطولة، متشكرين كمان انك بلغتنا. انا؟ ايوه انت اللي بلغت الشرطة. وبالطريقة دي لك في ذمتنا 10% وبالحلال. ايوه بس كان لازم ارشد باسمك عشان المكافأة. اسكت بأمرك. انت عظيم يا عزيزي.